العلاقة بين الذكر والأنثى في حالة الزواج تواصل هو أعمق أشكال التواصل، إن في تواصل لغوي، يعني أنا دلوقتي وأنا بتواصل معاكو بتواصل لغويًا، وشوف بحرك إيديا إزاي، ملامح وشي، حركات جسمي اللي هو البادي لانجوج بعبر بيها. لكن في حالة الزواج بيستخدموا الجسم شخصيًا كله في التعبير، مش بادي لانجوج بقى، بيستخدم الجسم شخصيًا في التعبير. العلاقة الزواج علاقة في أنا بسميها علاقة تواصل كثيف. كثافة عالية جدا في التواصل. الكثافة العالية جدا في التواصل دي مش موجودة في ما بين اي اتنين بشر غير المتزوجين.